الرئيس السيسي في الأردن لبحث سبل تعزيز العلاقات وتطورات القضايا الإقليمية. شكري يتوجه غدا إلى نيويورك لتسليم رئاسة مجموعة 77 والصين إلى فلسطين. ورئيس حزب العمال البريطاني يعتزم التقدم بطلب لسحب الثقة عن حكومة تريزا مي. الثانية ظهرا 12 بتوقيت جرينتش موجز لأهم وآخر الأخبار يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ضرورة العمل على دفع الجهود الدولية للتصدي للإرهاب في إطار استراتيجية شاملة للقضاء على الظاهرة. وشدد الزعيمان خلال مباحثات قمة في العاصمة عمان على أهمية العمل على استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين للتوصل لتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، فضلا عن ضرورة الحل السياسي السلمي لأزمات المنطقة والحفاظ على وحدة أراضي دول المنطقة وسلامتها الإقليمية. كما اتفق الزعيمان على استمرار التنسيق بين البلدين للتصدي للتحديات التي تهدد أمن واستقرار الأمة العربية. يتوجه وزير الخارجية سامح شكري غدا إلى نيويورك لحضور مراسم تسليم رئاسة مجموعة 77 والصين من مصر إلى فلسطين. ومن المقرر أن يلقي شكري الكلمة الافتتاحية لاجتماع المجموعة المزمع عقده يوم 15 من يناير بمقر منظمة الأمم المتحدة. وصرح المتحدث باسم الخارجية المستشار أحمد حافظ بأن مصر حرصت خلال رئاستها للمجموعة على الدفاع عن مصالح وقضايا الدول النامية وفقا لأولوياتها واحتياجاتها في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي يعتبر القطاع الخاص بمثابة الشريك الأساسي في التطوير والنمو إلى جانب الحكومة. وفي كلمته خلال مشاركته في مؤتمر الاستثمار الثالث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أشار مدبولي إلى أن عام 2019 من المتوقع أن يكون بمثابة المحطة الأخيرة من تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي برعاية صندوق النقد الدولي وبعد عامين من تنفيذ الإصلاحات. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الكشف عن نفق سادس عابر للحدود من لبنان من جهة الرمية الجنوبية، مشيرا إلى أنه بذلك أنهى عملية كشف وتدمير أنفاق التابعة لميليشيات حزب الله الهجومية التي سماها درع الشمال. وكانت إسرائيل قد أطلقت عملية واسعة النطاق للكشف عن الأنفاق وتدميرها على طول حدودها مع لبنان، حيث قالت أن حزب الله يخطط لاستخدامها في أي نزاع مستقبلي معها. أعلن رئيس حزب العمال البريطاني جيرمي كوربين أنه يعتزم التقدم بطلب لسحب الثقة عن حكومة رئيسة الوزراء تريزا مي. من جانبها حذرت مي أعضاء البرلمان من أن عدم تأييد خطتها للانسحاب من الاتحاد الأوروبي سيمثل كارثة لبريطانيا. وذكرت صحيفة إكسبريس البريطانية أن تريزا مي توجهت بنداء إلى النواب من أجل تأييدها خلال التصويت بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي من المتوقع أن يحدث يوم الثلاثاء المقبل. نهاية الموجز، لمزيد من الأخبار تابعوا دوما موقعنا الإخباري extranews.com. شكرا لكم على طيب المتابعة ودمتم في أمان الله.